انضم إلينا من حيفا مراسلنا فراس لطفي. فراس، تطورات كبيرة، الجانب الإسرائيلي ينتظر الضربة الإيرانية وأيضا من كثير من أذرع إيران طبعا في المنطقة، لكن أيضا حديث عن صفقة طرحت رفضتها السلطة الفلسطينية بالنسبة لمعبر رفح. لو تحدثنا عن كل هذه الأنباء. يعني بداية، إسرائيل لا تزال مقتنعة تماما من أن إيران وحزب الله سيوجهون ضربة ردا على الاغتيالين في الضاحية الجنوبية وفي طهران، وهذا أمر محسوم بالنسبة لهم. وكما ذكرت في الكثير من الأخبار، فإن إسرائيل تتحسب بكل الوسائل العسكرية والأمنية والاستخباراتية وأيضا مع حلفائها وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية للرد على هذه الضربة. لكن بالمقابل نحن نتحدث عن مساعي أمريكية وأيضا عبر الوسطاء مصر وقطر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وبذلك يمكن أن تنطفئ شعلة الحرب التي تنذر يعني بقدومها الكثير من الشواهد في المنطقة. كان هناك حديث حقيقة ماجد من أن هناك تطور وأرضية يمكن الانطلاق منها تحديدا فيما يتعلق بمعبر رفح ومحور فيلادلفيا، ولكن ما تم الكشف عنه لنا هو أن الجانب الإسرائيلي، وهنا نتحدث عن أن بنيامين نتنياهو هو من يمسك خيوط القضية بكاملها، نقل عبر الوسيط المصري للسلطة الفلسطينية مقترحا لتشغيل معبر رفح، وذلك لتنفيس الضغط الدولي عن إسرائيل والجيش الإسرائيلي المتواجد في المنطقة، وذلك بتشغيل المعبر من مدنيين فلسطينيين ليس لهم أي ارتباط بأجهزة الأمن الفلسطينية، يكونوا تابعين، رواتبهم تدفع من خلال جهات دولية أو الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أنه لا يمنع عليهم رفع أي رمز من رموز السيادة الفلسطينية كالعلم الفلسطيني، مع بقاء الجيش الإسرائيلي على نطاقات يتم الاتفاق عليها في محيط معبر رفح وعلى طول محور فيلادلفيا، ويتدخل الجيش الإسرائيلي في حال وجود شبهات بالتفتيش والاستجواب للأفراد والبضائع. هذا المقترح رفض من الطرف الفلسطيني بشكل قاطع، وتمسكوا بالعودة إلى اتفاق 2005 بوجود مراقبين دوليين لتشغيل معبر رفح وأن يكون هناك انسحاب كامل من محور فيلادلفيا. لكن إسرائيل تتعامل مع القضية بالناحيتين، الناحية الأولى هي إرسال رسالة من أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في هذه المنطقة، والمنجز الذي قدمه الجيش الإسرائيلي باحتلال محور فيلادلفيا ومعبر رفح لا يمكن التنازل عنه بهذه السهولة، إلى جانب قضية أن السيادة الفلسطينية ممنوعة على الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل كامل، وهذا ينسجم مع ما قاله مرارا وتكرارا بنيامين نتنياهو أنه لا يريد لا فتحستان ولا حماسستان في قطاع غزة، وبالتالي هو يبحث عن بدائل لا علاقة لها بأي رمز سيادي فلسطيني سواء له علاقة بحركة حماس أو بالسلطة الفلسطينية في رام الله. من حيفا مراسلنا فراس لطفي، شكرا لك.